اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي موجوده باسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من الارقام اللي تشوفوها بالاسفل. في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان وحبيتوا تتواصلون ويانا بطريقة أخرى، تقدرون تكتبوا لنا رسالة مكتوبة عبر تطبيق الواتساب على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب. تقدرون تدزوا لنا رسالة مكتوبة، أتمنى تكون الرسالة مطبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم، ونعرف من اللي كتب لنا ومن وين جتنا الرسالة. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف معاناة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك في تأمين أساسيات الموائد العراقية في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار السوق اللي شهدت به الأسواق المحلية بالعراق، ارتفاع ملحوظ لأسعار السلع الأساسية، لأسعار اللحوم الحمراء مع بداية شهر رمضان المبارك، بوقت يعيش به المواطن العراقي ظروف صعبة جدا اقتصاديا ومعنويا واجتماعيا وكل شيء. هذا كله بسبب تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار واتساع خارطة الفقر بالعراق. حل رمضان هاي السنة بوسط موجة غلاء نغصت على العراقي استعداداته لشهر الفضيل بظل غياب الدور الحكومي في كبح جماح الأسعار. أسعار السلع والخدمات بالعراق ارتفعت بنسبة أكثر من 18% خلال السنوات الأربع الماضية، هذا كله بوفق لبيانات وزارة التخطيط. أما أسعار السلع الأساسية للمواطن العراقي شهدت ارتفاع كبير بلغت قيمته 30% في المتوسط، وسجلت اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاع بنسبة 36% مقارنة بالعام 2020، ورا ما وصل سعر كيلوغرام اللحم الواحد تقريبا 20 إلى 25 ألف دينار. وصل الحال بربات البيوت من الطبقة الفقيرة أن يشترون العظام فقط لكون أسعارها منخفضة بالمقارنة مع اللحوم اللي غابت عن موائد نسبة كبيرة من أبناء الشعب العراقي. تعالوا نشوف. صحيح. اي والله ما عاد شو كان يشتري لا والله 14 دينار ما سعر والله ما عدنا ولا شيء، ما شفنا ندور عظام وعازم. تاخذين عظام؟ اي والله قلت اخذ عظام، شو اسوي لها اللحم غالي. حصلتي عظام لقيتي؟ يقول ما عدنا خلصانة. عشرات مثل يعني ما عظام. يعني يسالونه على عظام ما عاد امكان يعني. يعني في هذا الشهر رمضان الناس ما عاد امكان يعني. اي والله لا والله ما نقدر. تعبانين ما نقدر. دور عظام ما لقيتها. اي شفتها؟ زحمة. واي مثلها. يعني فد 10 15، حتى شباب شوفه شاب عمره 25 سنه يجي بيش اللحم 18000 يدوخ، يقول لك انا جايب مثلا فد 15000 دينار او 20000 دينار ابدا اسوق بيه، اشتري كيلو لحم مستحيل، يجي يشتري ربع لحم ويدوخ بعد وراه. صح له غلط كلام، اذا مريض يريد علاج واشكال اشكال اشكال واسطه نقل اذا يريد ينتقل بها منا لهنا هي ذاك الحساب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا قبل نذبح العالم ورا ما تذبح تستفاد من العظم تكسره ونسوي شيء اسمه ماي لحم، يقول لك المونة مع العظم أو النخاع مع العظم هو اللي دي يستفاد من عند الإنسان، وكانوا يعطوه خصوصا للمرضى حتى شوية يرم عظمه يقولون. أما أن يوصل الحال بالمواطن العراقي أن يرجع يشتري عظم بس، هاي كارثة. حتى في زمن الحصار سمعنا ببعض الحالات اللي العالم قامت تشتري عظام، لكن مو بالنسبة اللي نسمعها هسه. سبب غلاء الأسعار الفتور النسبي صار وساد حركة الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية العراقية بسبب الإقبال الضعيف إلى المستهلكين على السوق والتسوق، هذا كله بسبب تزايد معدلات التضخم.
وتآكل تآكل مدخراتهم على وقع موجات الغلاء، ارتفاع الأسعار مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار وعدم استقرار سعر الدينار أمام الدولار. باتت التقلبات اللي تضرب سعر صرف الدولار هي الشغل الشاغل لكل عراقي بسبب انعكاسات الكارثية على وضعهم المعيشي، على قدرتهم الشرائية اللي دا تتراجع بشكل يومي بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية ويا تراجع قيمة الدينار. شريحة كبيرة من العراقيين اليوم ممن تأثروا بتراجع قيمة الدينار العراقي لجأوا أن يشترون رجلين الدجاج وروس الدجاج بعد أن تنذبح بمشهد يعيد للأذهان أيام الحصار الاقتصادي الغاشم بسبب غلاء لحوم الدجاج وعدم مقدرة الكثير من العراقيين على تأمينها. خلونا نستمع إلى شهادة ناشط من محافظة النجف حول الموضوع. وقفت ردت لي دجاجات لأهلي مثل كل عراقي أريد فطور وثواب للمساء وميتين أمي وأخوي يا شاب. لقيت سرى والله واقفين أثاري، أعتذر شوية من وضعي، أثاري أنا وغيري يجي يشتري دجاجات. السرى هذول الكم واحد الناس مبينين ناس بسطاء ملابسهم، هذول شنو يشترون روس ورجلين، هاي الروس والرجلين. وحق هو علي بن أبي طالب الله لا يرحمني بدي هو الآخرة على مود له المشاهدات له اللايكات له هاي الأمور، قضية إنسانية استغلالها. المشهد الشفته لا والله بحياتي شايف حالات إنسانية ومصيبة، وبرمضان الوادي بتدور روس ورجلين. الله لا يوفقكم، الله يحرمكم دنيا وآخرة، الله يهجم بيوتكم يا سياسيين اللي حكمت العراق ووصلتوا الشعب وهذا الوضع الاقتصادي والدولار والأسعار الغالية واللحم والدجاج. وإحنا نحكي عن التجار ومن التجار اللحم والدجاج واسمه هو أنتوا اللي تطببون وأنتوا تطلعون وأنتوا تستوردون وأنتوا تحصرون المسواق وتخلوه غالي كله بيدكم. حتى في 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 أوج أزمة الحصار الاقتصادي العراقي اللي فرض الاحتلال الأمريكي، أمريكا لما فرضت الحصار بالتسعين ما وصل الحال بالمواطن العراقي أن يأكل رجلين دجاج. ما أقول لك كل العراقيين، بس ما أتذكر توقف على أبو الدجاج وتشوف سرة ناس تشتري رجلين، ولا أتذكر تدخل للقصاب وتسمع من القصاب يقول لك يوميا يجون العشرات يشترون بس عظام لأن ما عنده الإمكانية أن يشتري. إحنا هنا نحكي عن اللحوم وهي تعتبر مادة أساسية في مائدة الإفطار العراقي، لكن بالمقابل الخضروات الفواكه باقي السلع الغذائية، ذن المواطن شلون ده يقدر يكفي نفسه. الفيديو اللي قبل هذا أحد القصابين طلع وقال لك يجيني شاب بجيبه 20,000 وكيلو اللحم 20,000 يرجع البيت بكيلو لحم، هم يحتاج له باقي الأشياء حتى يقدر يكمل له مائدة، وهذا الشيء صحيح. فوصل الحال اليوم بالمواطن العراقي لما يدخل إلى السوق هو مشغل حاسبة ذهنية الفلوس بجيبه شلون راح تكفي. هذا الحال اللي دا نحكيه واللي دا يصير اليوم بالعراق بسبب انه القضاء على شيء اسمه الطبقة المتوسطة. اليوم عندنا طبقتين بالعراق، عندنا طبقة معدمة الى ابعد حد، وعندنا طبقة غنية جدا فاحشة الثراء، وسبب ثرائهم مجهول. يوميا نسمع باشخاص منازل وسيارات وقصور وسفرات وعزايم و و و و والكل تتساءل منين له، ونسمع بناس ما لاقي اللقمة وما قادرة تاكل اللي وصل بيهم الحال أن يشترون عظم ورجلين دجاج وروس دجاج. كنا لما نشوف واحد بالصين طابخ طبخة بيها رجلين مال دجاج ما نتقبل المنظر، نستغرب من المنظر.
شلون الناس تاكل هاي الاشياء. اليوم وصلوا العراقي الى درجه انه قام يتقبل اللي ما يتقبله. وصلوا العراقي انه قام يسوي اللي ما يريد يسويه. ليش؟ هذا السؤال اللي اتمنى يجاوبوني عليه. ليش؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت نهاية حسين تقول بلد غني شعب فقير، هي هاي السياسة اللي يردوها حتى يبقون الشعب تابع لهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. ميثم الزيدي، أهم شيء السوداني قاعد على الكرسي ويأكل أحسن أكل بشهر رمضان، الناس الفقراء لا يهم خلي يأكلون. الصيدلي يقول اي والله فعلا موقف جدا محزن، انا هذيك المره هم كنت جاي اشتري دجاج الاهلي وشفت هذا المشهد انصدمت، بحيث من رجعت ظليت الوم بنفسي ليش ما اطيت وحده من الدجاجات اللي اشتريتها. انا لله وانا اليه راجعون ونحمد الله على ما انعم علينا. واحمد الحسناوي، حسبي الله ونعم الوكيل على كل حرامي دمر البلد وباق قوت الشعب. فكان هذا تعليق الناس على قضيه عدم تمكن شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي، عدم تمكن ربات البيوت أمهاتنا من أن يستقبلون شهر رمضان مثل ما هم متعودين، وأن يفطرون بموائد رمضانية مثل ما هم متعودين. العالم كله تعرف أنه شهر رمضان ببركة، ويقول لك برمضان تحلى اللمة، وإحنا كشعوب اجتماعية قبلية عشائرية مجتمعاتنا متعلمة، المجتمعات العراقية كافة متعلمة مثلا في هكذا شهر هي أكل لمة، الأخ يم أخوه، البنية يم أهلها، الولد يم أهله، ملمومين. زين إذا هو ما قادر يكفي أهل بيته شو راح يكفي اللي جاي من برا؟ إذا هو مو قادر يأكل شو راح يقدر يستقبل ضيف؟ إذا هو مو قادر يحس إنه هو قد مسؤولية بيته شو راح يقدر يفتح بابه للي يدق بابه؟ بالمقابل أكو عندنا مجموعة من الأشخاص ما ممشي أبد. تردون أشوفكم شنو عدم اهتمامهم بالناس؟ هسه شوفناكم عدم اهتمامهم بقوت الشعب، بأكل الناس، براحة الناس، بيا شهر، بشهر الله رمضان. تعالوا أشوفكم شلون عدم اهتمامهم بقطاع ثاني. كافة القطاعات الخدمية بالبلاد خصوصا القطاع الصحي سنويا هي دا تتراجع. احنا في منزلق بشكل سريع بسبب فشل حكومي، بسبب الفساد، بسبب الاحتلال، بواية أمور. من احتلال أمريكا الغاشم لبلدنا الحبيب 2003 لحد هذا اليوم، الفساد اللي دا يستشري وبشكل كبير جدا مثل الميكروبات دا ينتشر إلى سبب. تخبط القرار داخل أروقة الحكومات المتعاقبة همنا إلى سبب ثاني. القطاع الصحي بالعراق قلت لكم ده يتراجع بشكل كبير جدا وانهار. هذا اللي أدى إلى حرمان ملايين من العراقيين من الرعاية الصحية المستحقة لهم والعائلاتهم، بسبب الفساد، بسبب فشل حكومي، بسبب نقص كوادر طبية، بسبب نهب مخصصات الرعاية الصحية. هذه كلها ده تروح إلى صالح فاسدين بأحزاب تحكم وتقول لك إحنا جايين لخدمة البلد، وميليشيات متنفذة تيجي وتقول لك أنا مقاومة وأنا جاي أحكم البلد وأخدم البلد وأقدم للبلد، ويطلعون أنفسهم على شاشات التلفاز أنه بس هم وبس. ومن غير المستغرب لما تشوف المستشفيات هي مكان مو مناسب لتقديم الرعاية الصحية بسبب إهمال وعدم متابعة، مثل الحال اللي دا يصير بمستشفى الخضر اللي راح تشوفوه بعد شوية بمحافظة المثنى، لأنه سيدة هناك رصدت لنا ووثقت لنا حال صالات الولادة بسبب الإهمال ونقص المستلزمات الصحية. تعالوا شوفوا مستشفى الخضر. احنا بالخضر وهذه صالة الولادة بالخضر، هاي فوق العشر سنوات انا اطب للمستشفى لصالة الولادة، نفس الوضعية نفس الوضعية، لا فراش تقعد بيه لعدها ولادة، لا شرباية تنام عليها،
لا مثل مستلزمات خاصة بالولادة حتى الشهيين ولا تنتهي. والله العظيم هي وضعيها ليش هيك؟ بلدنا بلد النفط، بلد الخير، إن شاء الله نتأمل من عندك كل الخير. تنظر لهاي الحالة وتشوف الوضعية شلون قاعدات النسوان على الكاشي، لا فراش لا مخدة لا شرشف، أي شيء معدومة كل الخدمات. وأنا أنقلها إليك بكل أمانة، وأتمنى من عندك تسمع مو بس صوتي، أكو هسه مجموعة من ذن النسوان اللي لوجن من الألم وياهن أمهاتهن، والدنيا أشد يعني درجة البرودة ما تنوصف. الله شاهد شاهدك. أنا صافن أريد أعلق على هذا الفيديو بس ما أعرف شو أعلق. أذكر لما رب العالمين رزقني بولد ودخلت إلى صالة العمليات، عقموني من فوق لي جوه وتنظيف و و و و وأجهزة تعقيم لحد ما سمحوا لي أدخل. ولما دخلت إلى غرفة العمليات أو صالة الولادة، الصالة تلمع من النظافة، وهذا الصح. تعرفون أكو فديوم قرأت مقال عن سبب غسل الدكتور أو الطبيب، خصوصا طبيب الولادة، إلى إيده، وإحنا نشوفها بالتلفزيون بالفيديوهات بالمسلسلات بالأفلام، أنه شلون يغسل إيده ويشيل إيده بهذه الصورة وما يلمس أي شيء، ما يطخ أي شيء بإيده، ولما يفتح الباب يدفعها بظهره أو يدفعها بالكوع ما تهناه، ويدخل ويتجي وحدة تلبس الجف حتى ما يطخ أي شيء. المقال اللي قريته يقول سبب هذا الشيء أنه سابقا في أوروبا كانوا الأطباء ما يغسلون إيديهم، واكتشفوا أنه أكو حالات وفيات كثيرة يم الأطفال حديثي الولادة ويم النساء الحوامل بسبب عدم غسل اليد وعدم تعقيم الغرف وانتقال الميكروبات أثناء العملية الولادة. والشخصين يعني الطفل الحديث والامرأة يكونون أشد استقبالا للأمراض. زين قولوا لي لنا الحال وين طابين احنا؟ إذا الطب بورشة ما صيانة بالشيخ عمر في ترشي أنظف من هذا الحال. إذا تروح يا محداد أنظف منها. زين هذا الكرسي شنو؟ نافورة؟ مزهرية؟ سؤال، هاي غرفة مستشفى؟ زين هاي الكاشي اللي واقع لعبة مال بلوكس؟ ما أعرف. هذا مستشفى الخضر. بسبب استمرار تخبط القرار الحكومي وواقع الخدمات الصحية بالعراق، تتعمد الحكومات اللي تتعاقب على زج المرضى بسلسلة من الأزمات بدل من إيجاد حل حتى تنتشل الواقع الصحي المتردي وتخفيف معاناة المرضى. مستشفيات صارت تفتقر إلى أبسط الخدمات الصحية، وصل الحال بها أنه تتعطل أجهزة تخصصية من دون أن تبادر جهات ذات علاقة حتى تسوي لها أعمال صيانة. هذا اللي صار بالمركز الصحي بقضاء النيل بمحافظة بابل بعد أن تعطل جهاز خاص لحشوات الأسنان. خلونا نسمع مناشدة هالمواطن. أخوانا هاي بابل وناحية النيل، وصف صوتنا للسيد المحافظ ورئيس المجلس. كارثة والله كارثة بمركز صحي النيل. شنو الكارثة؟ المواطن من يجي المركز الصحي يقص وصل باص، يقص باص بألف دينار، يعطونا حباية راس بربع دينار، هاي بالله عوفنا عنها مال الباصات. المصيبة الثانية اللي عنده حشوة المزروفة راحاته يطب المركز الصحي، طبعا اكو غرفة خاصة للدكاترة فقط للحشوات وللرحى. يابا عنده حشوتي واقعة ليش ما تسوون اياها؟ قال والله الجهاز العاطل مال الحشوات هذا جهاز عاطل صار له تقريبا سنة، وهذا ما نقدر احنا نشتغل به لان هو عاطل. ايش كتبنا بين الصحة وابو صحة بابل يقول انتظروا يجي جهاز جديد يلا سقط هذا. يا ليش ما تصرفون واحد جديد وسقطه هذا؟ قال والله ما يصير ممنوع، هاي الصحة بلغانا ممنوع. زين تدرون كم دكتور مركز الصحة مال النيل؟ 28 دكتور اختصاصهم شنو؟ بس رحاة وحشوات بهاي الغرفة. ترجع للغرفة الثانية الصيدلية بيها 27 دكتور صيدلاني. شنو الأدوية بالمركز الصحي حتى حاطين 27 واحد؟
27 دكتور يعني عمي كارثه، سيد المحافظ قال لك الحسين كارثه، رئيس المجلس الشيخ فلاح كارثه، كارثه ما تدرون، عمي ما جاي اوصل لكم الصوره. مركز صحي يعني مستوصف طبي بقضاء النيل بمحافظة بابل، بس أطباء أسنان 28 وصيادلة بصيدلية مستوصف 27. قل لي مدير صحة محافظة بابل بلا زحمة ناوي تأسس فريق كرة قدم يخص أطباء الأسنان في قضاء النيل وفريق منافس إلى يخص الصيادلة في قضاء النيل. شنو 27 صيدلاني على 28 طبيب أسنان؟ 28 طبيب أسنان شي يسوون؟ واحد يلزم الجهاز وواحد يلزم المراية، والثاني يجي يقول له احفر هذا، الثاني يقول له لا لا تحفر هذا، والثالث يجي هو يحط الحشوة، والرابع يحط البلاستيكة، والخامس يقول له عض، والسادس يقول له اشرب مي. شنو الفيلم؟ 28 طبيب أسنان شي يسوون؟ واحد ياخذ الأشعة ويقعد يشاور ويا 27؟ لا، والمصيبة والطامة الكبرى لما يطلع لك الفيديو هنا يقول لك عندنا 28 طبيب أسنان رحى زين، وتروح إلى مستشفيات كبرى في مدن كبرى في محافظات أكبر من قضاء النيل يقول لك ما عندنا أطباء. هذا اللي يبين لك لما تخلي واحد ما يفتهم ما عنده عقل طافي وتقول له هاك هاي المجموعة وقسمهم بكيفك. صار مشهد تعطل المصاعد وخروجها عن الخدمة بهواية من المستشفيات العراقية مشهد عادي وطبيعي لأنه صار مألوف يم العراقيين، وهذا الشيء دا يسبب معاناة. تذكرون قبل فترة شفنا أهل أحد المرضى شايليها بطانية للمريضة ودا يصعدون بها درج؟ اليوم كان الحل شوية أرتب، لا عندهم سدية مستشفى القرنة ما بيها مصاعد، المريض هنا طالع من عملية الحمد لله على السلامة يريد يصعد لغرفته، فأكو واحد من حلين، يا يصعدون للغرفة ومن الشباك بحبال يصعدوا، يا أما يصعدوا من الدرج. استسهلوا الطريق الثاني، تعالوا شوفوا. طالع من عملية والكانون بيده ومشلب بالسدية ليوقع، هو محتاج واحد عينه. بلا زحمة نداء عاجل إلى قضاء النيل في محافظة بابل، بما أن عندكم 27 صيدلاني و28 طبيب أسنان، إخوانكم مستشفى القرنة عندهم المصاعد عاطلة فمحتاجين الشم حمال. بلا زحمة، بما أنه أنتوا لا شغلة ولا عملة، طيروا بسياراتكم المستشفى القرنة، بل قد تعينون لوادم أحسن من القاعدة. الناس لما شافت الفيديوهات علقت على الموضوع وقالت محمد اللعيب يقول منو يتحملها هاي المهزلة؟ يعني قضاء بأربع حقول نفطية ما بمستشفى بها خير، وجسام المالكي قضاء شقدش كبرى ما بمستشفى بحظ، وأحمد الدوسري غير بفضل السراق المال العام وصلنا لهذه الحال حسبنا الله ونعم الوكيل، وعبد اللطيف الجنابي هاي فعالية حتى يغيرون نفسيته ويحسون يحسسه هو مدير عام مو مريض، هاي أسلوب جديد بالمستشفيات راح يطبقوه بأوروبا ودول العالم. فكان هذا تعليق الناس على هذه القضية. من الموصل أبو أسيد، حياك الله يا أبو أسيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بصراحة بعد تحرير الموصل من 2014. نعم. أنا موظف. نعم. على ملاك تربية نينوى. نعم. والدتي صابت بمرض السرطان. الله يشافيها يا رب. يشافي مرض المسلمين. المشكلة أنه اسمي اللي حددته جرثومة، معقولة حكومة دولة وزارة الداخلية ما عندهم بيانات للمطلوبين؟ اليوم احتاج اروح الاربيل على فحص بي سكان، احتاج البغداد اروح الاشعاع، زين؟ وانا الوحيد يعني ما عندي اخ. زين؟ واسمي مشكلتي وين اروح رجعوني؟ شنو المشكله بالاسم؟ يعني هو اسمه اشتباه.
اشتباه. وراني مسوي كتاب من محكمه الموصل، يعني امن وطني استخبارات مكافحه الارهاب الا جنائيه، والكتاب ما طاق بيدي بس ما يمشي. نعم. زين وين اروح؟ نعم. وعندي مريض. يعني نا. ما خليت، ما انطيت مستمسكاتي وانطيت بياناتي كلها، واني موظف وسنويا عندك حاسبات ومستمسكاتي كلها جديده. نعم. زين شنو ذنبي اذا الحكومه او وزاره الامنيه ما عندهم يعني قاعده بيانات المطلوبين؟ انا اشد منه اروح وين؟ نعم. هي هاي مشكلتي. نعم. الله يعينك يا رب. صحيح. شكرا لك ابو اسيد. ابو اسيد يعاني من قضيه الاشتباه او تشابه الاسماء. الاشتباه انه اكو شخص يحمل اسم ابو اسيد، مثلا اسمه أفل الصقر مثل اسمي، هو عنده مشكله الدوله تريده واني اسمي أفل، فاعاني بتشابه الاسماء هذا او الاشتباه اللي موجود بهذه الطريقه. لكن الدوله لو تحترم نفسها، وزاره الداخليه لو عندها غيره تقدر تحلها وتذللها، لأنه هذا النظام كان موجود بالعراق من قالوا بلا آلافات الناس اللي أساميهم محمد حسين وحسين محمد وجاسم محمد وجاسم علي وكرار ما أدري شنو، أسماء متشابهة بالعراق هواية. لكن كانوا لما يتعين شخص ويشوفون أنه أكو تشابه، مو بشرط أن يكون التشابه أنه الشخص الثاني اللي أكو تشابه وياه هو مجرم، لا، شخص موظف بمكان ثاني اسمه أحمد حسين علي، وإجا واحد اسمه أحمد حسين علي يريد يتوظف، جيبوا اسم جدة الثالث جدة الرابع فضوها، طلع تشابه بالرباعي وما ندر يصير تشابه بالرباعي على اسم الأم وفضوها. يعني أكو إلها ألف حل. وللعلم هاي الحالة اللي أنا دا أحكيها عشتها في تسعينيات القرن الماضي، مو أنا، أبويا، لأنه كان أكو شخص في العراق الاسم الخماسي مشابه، وذاك موظف وهذا موظف، حلوها باسم الأم حتى يعرفون هذا منو ذاك منو. فأنتوا تقدرون تحلوها هم يعني، بس العتب مو على الناس ولا على أبو سيد، عليكم أنتوا. تحرص حكومة السوداني مؤخرا أن تضخ دعاية أنه هم احسن ما موجود، هم دا يسوون شيء قدام الناس، دا يحسنون صورتهم امام الراي العام، يظهرون بمظهر الحكومه الخدميه، حكومه الانجازات، حكومه اللي عندها هم للناس. تتذكرون جسر المشاه اللي افتتحها السوداني مؤخرا، والكذبه اللي ساقها لما ادعى انه النظام السابق زين منع التواصل بين منطقه القريعات والكاظميه، بنى جسر للمشاة بصف جسر للمشاة الثاني، وكلف جسر المشاة الجديد اللي يبعد كم متر عن الجسر الثاني 20 مليار، زين، حتى شنو يتيح التواصل الممنوع اللي بينهم. وراها تحول هذا الأمر إلى مادة للسخرية، قبل أن يتحول الجسر نفسه إلى مادة تثير الجدل، بعد أن رصدوا مواطنين كثيرين ومن ضمنهم المواطن اللي صور هذا الفيديو، استعانة الدوائر البلدية لدعامات حديد حتى يسندون أقواس الجسر الحديدية ويمنعوها أن توقع. هذا كله وراء أشهر من افتتاح الجسر. تعالوا نشوف. شو أخبارك؟ خويا تعال شوف هذا جسر القريعات الجديد، خلوا الأقواس حديد دواقير لا يوقع. شوف هذا داقور، هذا يتكع لي القوس، وهذا القوس وحاطين له داقور بالنص. خاف ينقلب. ايه شوف الحداثه والتصميم، بابا 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 بور مربع رطب 16 ليل. ايه هاي لي الاقواس فاعلين، هاي الدواقير اللي يخليه خاف يوقع سر القريعات هذا. الله يرحم الزهاء حديد. يعني الجسر المعلق انبنى بالحصار، شو ما وقع صار لسنين، راح يطخ 30 سنة وعايش. الجسر الحديدي صارت عليه اعمال اعمار وما اعرف شنو، بس من ايام احتلال الانجليز. المهم
قلوا لي يا مهندس فذ اللي اقترح انه يستخدمون دواقير كل وحده وحده اثنين ثلاثه. حبيب قلبي انت ما تحتاج هذا الشيء، اعطيك الحل، القوس من فوق من مكانين يعني. احسب ثلثه للقوس، ثلثه بالضبط، خلي حديده منها وحديده منها واربط الاقواس كلها ببعضها، واحد يسند الثاني. ولا هالمنظر هذا. هذا جسر كلف 20 مليار. هذا جسر اللي طلع وافتتحها وقلب الدنيا وصافرات وطوط طوط واجى السوداني والسوداني سوى، وهذا منجز من انجازات السوداني، السوداني اللي كان يحكي عن منع النظام السابق لقريعات ان تتواصل ويا الكاظميه. هي ما كان اكو بيناتهم جسر، بس كانوا يعبرون قريعات بصفة صليخ القديم، يطبون من صليخ القديم ما يروحون على شارع عمر، لا يطبون على شارع 20، من شارع 20 يطلعون على ابو حنيفه جسر الائمه طبوا بالكاظميه. ايش مدريني بالمنطقه؟ صليخ القديم اللي بصف القريعات منطقتي انا رابو بيها. المهم عادي تعلمنا على الكذب مالتهم. تتذكرون مجسرات الزهراء اللي استغرقت سنوات الحكومه وهي تبني بيها؟ سنوات طويله كانت مشاريع متلكئه والعالم تحكي بها وراها خلصت. صارت همين حديث العراقيين بسبب تصميمها الغلط اللي ما يراعي الشروط الهندسيه، وصل الحال بمن يستعمل هاي المجسرات انه يتوه فوق، ما يعرف وين يروح، ما يعرف وين يطب، المخرج منين، المدخل منين. وحوادث السير المميته صارت تتكرر بسبب استخدام الجسور بشكل خاطئ لعدم وجود اشارات دلاليه. تعالوا شوفوا هذا الحادث. يا بل ما صاعد جسر الزهراء لا يصعد الما صاعد قبيل، لان بس يصعد يتيه ويرجع برون. شلون هذا؟ راجع برون، شاف التريلر، ناس تقول راجع برون وناس تقول جاي منا من الصفحه هاي وضاربه ومفتر من جوا قط ما يصير. السؤال اللي ينطرح هنا أنا أقول له للتصميم الحلو والحباب اللي خلاه، شنو الطريق اللي أنت يطبي واحد وافتر ويرجع رونج سايد؟ يا أما أنت مشتغل التصميم كله غلط من الأساس، يا أما أنه ماكو دلالات مرورية. هاي رقم واحد. رقم اثنين، خويا أنت من طبيت وشفت السيارات كلها جاية هيك، شلون تكمل؟ هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة، دائرة المرور، الطرق السريعة والجسور، الله يخليكم، أتمنى تطلعون دورات عمي على حساب الشعب العراقي، نقبل تطلعون دورات تفترون ببلدان العالم، روحوا افتروا على الجسور والمجسرات، بس شوفوا كم إشارة مرور دلالية تنحط قبل مسافة شقد حتى يقولوا لك بعد هالقد مسافة متر أو كيلو متر أكو جسر، وقل منفذ قبل شقد يحط لك القطعة وبداية المنفذ يحط لك قطعة، يقول لك منا تروح لفلان مكان، منا تروح لفلان مكان، منا تروح لفلان مكان، وتندل طريقك بحيث أنت قبل مسافة تقرأ القطعة تعرف أنت وين تريد تروح. فأتمنى دائرة المرور ووزارة التخطيط شوية يطلعون دورات تثقيفية عن بناء الجسور. أتمنى يروحون لليابان، ولا هم احنا ما نوصل لليابان. سيد حيدر الموسوي، أفشل جسر بالعراق والوطن العربي ما بين سيابية بالصعود ولا فوق المجسر ولا بالنزول. عدنان البصري، هذا اللي صمم الجسر مشتري الشهادة مشترى. وأبو سلوان الشمري، لا تقوم قائمة للعراق إلا إذا نفذت المشاريع بتخطيط وتنفيذ أجنبي دون تدخل أي وسيط محلي مجرم وسارق مثل ما تفعل دول الخليج لنحصل على متانة البناء وأشكال هندسية جميلة. أبو ميثم، مع الأسف طرق المتاهات والمسؤول النايم والفقراء تهلك وتموت والمسؤول أي تاجر يرقص على الجراح. أكو تعليق للأخ أبو سلوان يقول إلا إذا نفذت المشاريع بتخطيط وتنفيذ أجنبي. أنا على عيني وراسي أبو سلوان ما كلمتك، وأحترم رأيك أنه يكون بتخطيط وتنفيذ أجنبي، لكن أتحفظ على هذه القضية لأنه هنالك الكثير 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 من المهندسين المعماريين العراقيين اللي من الممكن أن يبنوا لك دول وليس جسر.
أو مجسرات. هنالك الكثير من الأسماء العراقية اللي شركات عالمية تعتمد عليها اليوم في وضع المخططات الهندسية والبناء. لكن المشكلة هي مو بالشركة الأجنبية، لأنه حتى الشركة الأجنبية ويا السراق اللي موجودين بالعراق يجون السياسيين ويأخذون من عندها كوميشن. حتى الشركة الأجنبية لما تجي وتعطي مقترح إلى بناء شيء ما، تكتشف بعد فترة من الزمن أنه تنفذ بطريقة غلط. الأساس هو أنه تشيل هاي الشلة كلها وتجيب واحد خوفة على البلد. يقال، قرأت في أحد الكتب، أن عبد الجبار شنشل قال عنا غورباتشوف أنه هو أسوأ مفاوض. عبد الجبار شنشل كان رئيس أركان جيش، كان أسوأ مفاوض يفاوض من أجل تخفيض الأسعار. ويقول سألته في أحد الأيام، قلت له أنت مبعوث لدولة العراق، أنت ما جاي تدفع شيء من جيبك، هذا حكي بالسبعينات، فأنت ليش دا تحاسبنا على الملي وعلى السنت وعلى كل شيء؟ أنت دا تدفع شيء من جيبك؟ قال له لا، أنا ما دا أدفع شيء من جيبي، بس هذا اللي دا أدفع من عنده فلوس، هذا فلوس شعبي ما أقدر أعبي. إحنا نحتاج واحد عنده هاي العقلية لما يطلع فلوس واردات أو منافذ أو مطارات أو 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 أي شيء، لما يلزم هذا المبلغ بإيده يقول هذا مو مادي، هذا للناس، ويفكر شلون يقدم بهاي الفلوس خدمات للناس. ساعتها تلقي الأمور تحسنت يا أبو سلوان. أصدرت مديرية المرور العامة أكثر من مرة قرارات رسمية تقضي بمنع تجوال المركبات اللي ما تحمل لوحات دائمة بالعاصمة العراقية بغداد والمحافظات، ومنعتهم منع باتاً وفرض غرامة مالية على المخالف. تذكرون شلون استغرب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري من تجوال أحد أفراد نائب من دولة القانون ببغداد بدون رقم، ودهس لشرطي مرور، وكان هذا الأمر مستغرب بالعاصمة العراقية بغداد. زين، فيا ترى هل يعلم عبد الأمير الشمري أنه مواكب المسؤولين والمتنفذين تمشي بلا أرقام؟ فرجوا المرور يسوي كمين للدراجات وللتكتوك، كل كوادر المرور، يعني اختصاصهم دراجات وتكتوك، وهاي سيارات تاهوات بالمنصور وبشارع الزيتون وبأربعة عشر رمضان بلا أرقام، يسوون نفسهم ما يشوفوهم مو يمهم. لك الله يا الفقير، اي والله لك الله يا الفقير، شو وقت الله ينصرك ما نعرف. بوقت سابق قرار تمنع به تضليل المركبات، زجاج المركبات، هو بنصياع مكشوف لرغبه نواب بعد مخالفات واستدعاء من قبل لجنه الامن والدفاع بمجلس النواب لمسؤولين بالمرور العام بشان الاعتراض على تضليل مركباتهم. وسمحت مديريه المرور العامه بتضليل المركبات مقابل جبايه اجور تدفع في باب جديد من أبواب الفساد. واعتبروا خبراء المرور أن القرار خالي من أي جدوى، ما إلى أي داعي، لأنه بالأساس راح يقلل من سيطرة السائق على رؤية الطريق. وأكدوا على أنه إصدار القرار إجا تحت ضغط رغبات شخصية لأعضاء مجلس النواب. فبعد ذلك الناس قامت تشوف مديرية المرور العامة رفضت من قبل السماح بتضليل زجاج السيارات بما فيها مركبات المسؤولين بدواعي أمنية. وراها رجعت وأصدرت قرار تسمح لهم بتضليل زجاج المركبات، ورا ما استدعت اللجنة الأمنية بالبرلمان قيادات بالمرور والضغط عليها لتمرير قرار السماح بتضليل المركبات. قضية السيارات المضللة اللي ما بها أرقام ولوحات تعريفية صارت قضية أرق الشارع لارتباط هاي السيارات، عمليات اغتيال، نقل ممنوعات، استخدامها من قبل ميليشيات في عمليات الاغتيال. تعالوا نسمع هذا التعليق على احدى هاي المركبات. موديل جديد، هاي السيارات تشوفها مغطي ارقامها ومضلله، شنو الموضوع؟ زلنا الوزير الداخلي يعني. والله راح ادز لمحمد سامر نشوف هاي الوضعيه، والله صار بالشارع العراق صار ما تفتهم، يقتل له واحد يرمي له واحد مو له ولا ما تدري شنو الوضع. محمد سامر نزل الجامع شويه. يعني السيارات المضللة
التضليل هذا اللاصق اللي ينحط على الجانب فعليا هو يحد من الرؤية. لكن اكو بعض السيارات العالية وبالتحديد عدا الزجاج الامامي وزجاج السائق والبصفة ما يظللوهن، هي سيارات الفور باي فور او الجيبات او الاس يو في، تجي الزجاج الخلفي وما بعده مظلل من الشركة. فاكو دول بالعالم يقول لك اذا كان الزجاج مظلل من الشركة هو زجاج اسود يسمح بترخيص هذه المركبة، اما اذا كان الشخص واضع لاصق لتضليل الزجاج فلا يسمح بشكل نهائي. واكو بعض الشركات اللي انفردت بوجود زجاج ملون، مثلا شركة مرسيدس انفردت في بعض الانتاج بزجاج اخضر او سماء اللون، سمحت لها الشركات بالترخيص لكون هو زجاج من الشركة. لكن انه اليوم بالعراق لا هو عنده رقم، لا هو معروف هاي السيارة قرعتها المن، لا هو يعرف هاي السيارة صاحبها منه، واللي ديسوق ما محترم القانون ومظلل من قدام ومن ورا من الصفاح ما تقدر تشوف من هو الجو اللي جدي يسوي جوه ما تعرف، وفجأة نزلت الجامة والله اليسر الشي يطلع لك من اللي جوه، وبالمرور ما يقدر يحكي لأنه بالمرور مرة حكى وشفته شلون النائب داس عليه وطلع. علي علوش يقول على الجهات المختصة المرور تطبيق القانون بالعدل والمساواة بين المواطنين، وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. حسان أبو شهد أكو هواي مثل هذا والمرور يخافون يحاسبون، بس لو فقير عنده تاكسي توك توك القانون كله يطبق عليهم. حسين شلش الربيعي مع الأسف هذا حال العراق بعد 2003 والسبب معروف، الأحزاب تدخلت بكل شيء حتى تخلي المنتسب والضابط بس ديكور بالشارع. وقاسم ماجد هسه تلقاه ابن مسؤول ما حد يقدر يحاسبه، واذا خضع للمحاسبه يقول عذر وفقره بالقانون تعفي، بس اويلي على الفقير. كان هذا تعليق الناس على هاي القضيه. اثارت تصريحات حكوميه متعلقه بتنامي مخاطر العاب الفيديو بالعراق واستغلالها من قبل مافيات في عمليات الابتزاز وتهريب الاموال الى الخارج مخاوف خبراء علم الاجتماع والنفس من استغلال المراهقين لغايات خطرة تهدد بنية المجتمع العراقي، وجدت هاي عقب تصريحات مصادر أمنية أكدت تحول فئة المراهقين ضحايا عمليات ابتزاز منظمة تشنها مافيات عبر الإيقاع بهم ومساومتهم على مبالغ مالية ضخمة جدا تدفع إلى ارتكاب جرائم بهدف تأمين تلك المبالغ. فالابتزاز وتهريب الأموال في العراق عبر الألعاب الإلكترونية هو عنوان الانفوغرافيك اللي عدى أن قسم التواصل الاجتماعي.
قبل ما تحاربون عنف الألعاب حاربون عنف الميليشيات وخطرهن والإرهاب بالعراق. الخريجي القديم حق بالتعيين هو الوسم اللي تصدر منصة إكس واللي علقوا عليه الخريجين القدماء. رؤى عيسى الزبيدي تقول أول خطوة في الإصلاح تكون في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من خلال تعيين كل خريج حسب اختصاصه ليتيح ذلك له خدمة بلده والمجتمع على أفضل وجه، وهو ما سيكون من شأنه بناء دولة مستقرة متكاملة الأركان تنعم بالازدهار والسلام الداخلي والخارجي. ماجد، لكي تنهض الدولة وتزدهر يجب عليها أولا استقطاب الكفاءات والطاقات من الخريجين. زهراء على حسين، مطالبنا الدستورية حقوقنا مشروعة، فلماذا المماطلة ولماذا التسويف؟ وآلاء إسماعيل، نطالب أصحاب القرار بإنصاف الخريجين القدامى من خلال وضع آلية لتعيينهم حسب أقدمية التخرج من الأكبر عمرا والأقدم تخرجا واستثنائهم من نقاط المفاضلة. كانت هاي التغريدة واللي قبلها وغيرها على هاشتاغ الخريج القديم أحق بالتعيين. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود بجعبتنا برنامج صوتكم. ننتظركم إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة باكر بإذنه تعالى. انتظرونا، في أمان الله.